واللي صار بالأمس ما في حدا يهرب من التحمل المسؤولية فيه كما قلت، وخصوصا اللي بيتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني ومع الناس. نعم صحيح، قد يكون هناك من اندس، من استغل للتصعيد وللتوتير، ولكن مثلي مثل كل اللي واكبوا وشافوا هذا التحرك للمجتمع المدني، نحن اعتبرنا حالنا جزء منه، وبالتالي منا أعداء له نحن. وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر تم إيقاعه بها الناس بده يتحمل مسؤوليته. لن تمر الأمور، لن يمر الحدث بدون محاسبة، والمحاسبة على كل مستوى وفي العمق. أنا بصراحة لست ولن أقبل أن أكون شريك بهذا الانهيار. خلي كل المسؤولين والقوى السياسية يتحملوا، خليهم يعرفوا أن المزايدات والتسابق إلى اجتذاب المواطنين لهالجهة أو لتلك لن يعطي لبنان ولا أبناء لبنان حق في العيش الكريم واللائق والمحترم. في أول جلسة وزعت من 3 أشهر جدول أعمال.